اهلا بيكم، معاكم محمد مصطفى وسلسله كومتيا اي بلس 220001 و220002 سيرتيفيكيشن جايد، السلسله اللي بنتعرف فيها على شهاده الاي بلس المنهج الجديد. السلسله دي زي ما كنت قلت لكم قبل كده هي عباره عن سلسله تعريفيه بالمنهج الجديد اللي هو الاي بلس 220001 و220002، لكن في سلسلة تانية لشرح المنهج نفسه على التشانل برضو موجودة على اليوتيوب بشكل مجاني. طيب السلسلة ديت اللي هي بتاعت السيرتيفيكيشن جايد ديت قلنا الغرض منها ايه؟ ان احنا بنديكو اوفر فيو عن شهادة الاي بلس قبل ما تبتدي في المنهج وتبتدي تذاكر على طول، فيعني تاخد اوفر فيو عن المواضيع او التوبكس الموجودة جوه الشهادة ديت، تعرف بعض الريسورسز اللي ممكن تذاكر منها زي مثلا الفيديوهات والكتب، وبرده وريتكم الاكزام اوبجكتيفز اللي هي على الصفحه الرئيسيه الخاصه بالاي بلس على موقع كونتيا. وكنت قلت لكم ان الاكزام اوبجكتيفز ديت مهمه ليه؟ لان انت خصوصا لو هتمتحن يعني فهتبص على الحاجات او النقط اللي بتبقى موجوده جوه الاكزام اوبجكتيفز ديت، ويعني مثلا المفروض ان انت هتبص على الاكزام اوبجكتيفز ديت قبل ما تبتدي تذاكر وبعد ما بتخلص مذاكره عشان خاطر تعمل ريفيو على الحاجات اللي انت ذاكرتها. وبرده كلمتكم عن في الفيديوهات اللي فاتت في سلسله اللي هي السيرتيفيكيشن جايد ديت، كلمتكم على بعض البوزيشن اللي انت ممكن تشتغلها كحد هيبقى سيرتيفايد اي بلس، او لو انت مذاكر الاي بلس ومثلا حضرت انترفيو جات لك فرصه ان انت تحضر انترفيو من غير السيرتيفيكيشن، فتقدر تعرف الحاجات اللي انت او الوظائف اللي انت ممكن تشتغلها. وقلنا ان شهاده الاي بلس هي بتاهلك ان انت تشتغل شغلانات او يعني بعض البوزيشنز في الاي تي اللي هي بنسميها الانتري ليفل او اللي هي المستويات الاولى في مجال الاي تي. طيب زي ما انتم شايفين كده ديت البلاي ليست على التشانل على اليوتيوب، كنا شرحنا 29 فيديو تمام، ديت الفيديوهات اللي فاتت تمام لو حابين ترجعوا لها. وزي ما قلت لكم ديت كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها، مثلا هنا في الفيديو دوت اللي هو رقم 21 دوت كنت بتكلم فيه على الريسورسز، وقلت لكم ان ضمن الريسورس ديت اللي هو الاوفيشال ويب سايت بتاع شهاده الاي بلس على موقع كومتيا، وقلت لكم برضو ان يعني تبصوا بص على الويب سايت بتاع شهاده الاي بلس وتعرفوا النظام الامتحان بيبقى عامل ازاي، كام سؤال، الحاجات اللي هي الخاصه بالشهاده. وكمان برضو اتكلمنا برضو في الفيديوهات ديت لما كنا بنتكلم في اللي هي الاوفيشال ويب سايت بتاعه الاي بلس على موقع كومتيا، كنا عملنا مقارنه كده ما بين شهاده الاي بلس وبعض الشهادات التانية اللي هي في على مستوى الانتري ليفل، يعني زي مثلا قلنا في شهادات من سيسكو، في شهادات من مايكروسوفت، وقلت لكم ان الاي بلس فيها ميزه ان هي بنسميها فيندور نيتشرال او يعني شهاده محايده، مش بتبقى موجهه لسيستم معين، او بمعنى تاني الشهادات بتاعت سيسكو بتبقى معموله للديفايس بتاعت سيسكو، الشهادات بتاعت مايكروسوفت بتبقى موجهه للسوفت وير بتاع مايكروسوفت، اما الاي بلس فبتبقى زي ما بنسميها فيندور نيتشرال، او بيكلمك على التكنولوجي ان جنرال، ما بيتكلمش على مثلا برودكت معين زي سيسكو او مايكروسوفت او جونيبر او ايا كان البرودكت دوت. وبرضو كنت وريتكم ازاي توصلوا للكتاب بتاع الاي بلس المنهج الجديد على موقع سفاري بوكس اونلاين، وقلت لكم ان انتم ممكن تعملوا ريجستريشن فور فري من غير اي يعني مش بتحتاج ان انت يبقى معاك كريدت كارد او حاجه، هتقدر تعمل ريجستر بالايميل بتاعك، يعني انت لو معاك ايميل تعمل ريجستر على سفاري بوكس اونلاين وهتقدر تاكسس على الكتاب بتاع الاي بلس بشكل مجاني ولمده 10 ايام. وزي ما قلت لكم في كتب تانية وفيديوهات غير الاي بلس، بس احنا دلوقتي بنتكلم على الاي بلس. وبرده كنت قلت لكم على بعض الفيديوهات الانجليش تمام اللي هي بتشرح الاي بلس زي الكورس اللي هو بتاع بروفيسور مصر، وقلت لكم الفيديو دوت متوفر على اليوتيوب وعلى الاوفيشال ويب سايت بتاعته بتاع بروفيسور مصر يعني. وزي ما قلت لكم الفيديوهات بالانجليش ان انت لما تسمع الفيديوهات ديت فيها ميزه ان انت بتحسن اللغه بتاعتك وكمان بتتعلم. وكمان كلمتكم على الفيديوهات بتاعت مايك مايرز على موقع لينكد ان وموقع ليندا. طيب الفيديو بتاع النهارده هنتكلم في ايه؟ هنتكلم على بعض الويب سايتس او بعض المواقع اللي انت ممكن تتدرب فيها على الاسئله الخاصه بالاي بلس.
وموضوع التدريب على أسئلة دوت مهم جدا، أو يعني من الحاجات اللي بتخليك تتعلم، اللي هو إنك تتعلم عن طريق السؤال والجواب. يعني أنت مثلا لما بيبقى في سؤال ومثلا بتجاوب السؤال دوت، فيا إما أنت عارف الإجابة فيعني هتحس إن أنت بقى عندك يعني ثقة في نفسك، إن أنت يعني حاسس إن أنت عندك النولج وعارف تجاوب. وكمان لو أنت يعني معرفتش تجاوب على الأسئلة ديت، ف بتعرف الإجابة الصح إيه، وبرضو بتتعلم. في بس ملحوظة حابب أقولها هنا، إن المواقع اللي أنا هقول لكم عليها اللي أنت هتدرب فيها على الأسئلة ديت، هي مواقع يعني هتدرب على أسئلة مش أسئلة الامتحان، تمام؟ أو هي عبارة عن أسئلة للبراكتس، إن أنت بتتمرن وبتتعلم، لكن مش أسئلة الامتحان. لان انت اي موقع مثلا يبقى موجود على الانترنت ويبقى حاطط مثلا اسئله ويقول لك ان الاسئله ديت هي اسئله الامتحان، فديت طبعا يعني تعتبر حاجه مش صح، تمام؟ وشركه كونتيا بتحذر من الكلام دوت، ان مثلا الناس اللي ساعات بيوصلوا للاسئله بشكل الليجل او بشكل يعني مش مظبوط، فدوت يعني زي ما قلنا كونتيا بتحذر من الموضوع دوت. وطبعا دوت يعني دي تعتبر حاجه مش يعني يعتبر كانه غش، ان انت او يعني مش انتوا، يعني بتكلم لو في حد بيعمل كده، مثلا حد بيجيب الاسئله بتاعت اي اكزام او اي سيرتيفيكيشن في الاي تي ويبتدي يذاكر منها ويدخل الامتحان، ويعني هو في الغالب اللي بيعمل كده يعني بيحفظ الاسئله بالاجابه وبيدخل الامتحان وبيجاوب وبينجح، تمام؟ بس يعني دوت يعني يعتبر يعني كأن حد بيضحك على نفسه. طيب خلونا نبدأ في الجزئية ديت، اللي هو موضوع الموقع اللي انت ممكن تتدرب فيه على أسئلة. أول موقع ممكن تتدرب فيه على أسئلة هو الموقع بتاع بروفيسور ميسر، تمام؟ زي ما قلت لكم الراجل دوت شارح شهادات كتير في الشهادات لكومتيا، يعني زي الـ A بلس وشهادات تانية من كومتيا. ومن ضمن الحاجات اللي هو عاملها ان هو حاطط على الويب سايت بتاعه اسئله تقدر تتمرن فيها على الاسئله خاصه بكومتيا اي بلس. طيب هتوصلوا للموقع ازاي؟ ممكن من جوجل هتكتب له بروفيسور ميسر، واول لينك هيظهر لك هتدوس رايت كليك وهتقول له اوبن لينك نيو تاب. بعد كده احنا دخلنا على الويب سايت بتاع بروفيسور ميسر، تمام؟ في عندك هنا كومتيا اي بلس تريننج، في عندك هنا دي الفيديوهات اللي هو شرح فيها الكورس بتاعه، وفي حاجات تانية. فاللي يهمنا هنا في الجزئية ديت في اللي هو اونلاين براكتس تيست ديت، وهندوس كليك. طيب زي ما انتم شايفين كده دخلنا على الصفحة الخاصة بالاسئلة. زي ما انتم شايفين الاسئلة ديت هي من منهج ال 901 وال 902، اللي هي الاي بلس 901 والاي بلس 902 اللي هو المنهج القديم، لكن مفيش اسئله للمنهج الجديد اللي هو 220001 و220002 لغايه دلوقتي على الويب سايت. لكن الاسئله بتاعه 901 و902 مفيده برضو، ودوت ليه؟ لان الـ زي ما قلت لكم قبل كده ان التوبكس اللي كانت موجوده في 901 و902 موجوده برضو في المنهج اللي هو ال 1001 و1002، فبرضو هتستفيد. لكن في ملحوظه هنا، الناس اللي هي يعني هتمتحن المنهج الجديد فممكن تستفيدوا من الاسئله ديت اللي هي بتاعت 901 و902، بس تحاولوا تدوروا على اي حاجه تانية فيها براكتس للمنهج الجديد. فدي ملحوظه مهمه، يعني الناس اللي هتمتحن المنهج الجديد لو عايزين تدوروا على اسئله تمرنوا عليها فهتشوفوا اسئله للمنهج الجديد. اما الناس اللي بتتعلم بس جاست للنولج او ان هم ياخدوا اكسبيرينس او كده، فممكن تستفيدوا من اللي هي الاسئله بتاعه 901 و902. طيب خلونا نبص بصه كده على بعض الاسئله الموجوده ديت. هنا مثلا بيقول لي كومتيا اي بلس 220901، فهو هنا مقسمهم لكذا مجموعه. يعني هنا بيقول لي المجموعه الاولانيه اللي هي رقم واحد ديت 20 سؤال، بعد كده المجموعه الثانيه 20 سؤال لغايه تحت اللي هو المجموعه رقم 6 20 سؤال، يعني التوتال بتاعهم كلهم حوالي 120 سؤال. واللي هو الجزء الخاص بال 902 متقسم لاربع مجموعات، كل مجموعه 20 سؤال، وكل سؤال يعني كل مجموعه 20 سؤال، يعني التوتال بتاعهم حوالي 80 سؤال. طيب خلونا نبص بصه كده على اي حاجه من الحاجات ديت. خلونا مثلا نشوف اللي هو اول مجموعه ديت،
وهندوس رايت كليك ونقول له اوبن لينك ان نيو تاب. طيب دخلنا هنا على المجموعه الاولانيه اللي هو هنا بيقول لي كويز نمبر 1 تمام. وهنا ديت الاسئله بتاعتي هنا هتبتدي تقرا السؤال مثلا هنا بيقول لك وات اوف ذيس تولز، تقرا بقى السؤال دوت وتبتدي تجاوب ولغايه لما تخلص ال 20 سؤال. فخلوني مثلا اختار اي حاجه معاكم هنا كده، ده كده يعني اخترت اختيار مثلا تمام ايا كان صح او غلط. ومثلا هنا اهوت كده هجيب لي السؤال اللي بعدين بوريكم بس ان الاسئله في كذا سؤال ورا بعض تمام. وتحت زي ما انت شايف هنا كده بيقول لي 15%، انا هنا بختار اي حاجه انا مش بقرا السؤال مش شايف، فمثلا بختار هنا كمان ويعني بوريكم الدنيا بتمشي ازاي. مثلا ممكن نختار كده ومثلا هنا كده ومثلا هنا كده اهوت وكده، ده اللي هنا بيقول لي البروجريس بتاعي 40%. خلونا مثلا نختار كده تمام، انا بجاوب اي حاجه مش شايف. طيب مثلا نختار كده ومثلا نختار كده اهوت، و زي ما انتم شايفين الاسئله يعني في توبكس مختلفه تمام. يعني هنا مثلا دي اسئله في النتورك، انا بختار اي حاجه يعني انا مش بقرا السؤال يعني. فهنختار كده ومثلا هنا اهوت كده ومثلا دوت كده اهوت ودوت كده دوت برضو كده وهنا برضو نفس الكلام وهنا برضو كده. بعد الاسئله ما بتخلص هنا بقى الميزه في الجزئيه ديت، الحته اللي انا كنت بكلمكم فيها لما بقول لك ان انت لو جاوبت صح فبتعرف ان انت يعني جاوبت صح، ويعني دوت بيديك ثقه في نفسك ان انت يعني عندك نولج عندك معلومات. اما لو انت كنت مجاوب غلط فزي ما انتم شايفين قدامكم كده هنا بيجيب لي الاجابات الصح. فهنا مثلا هنا ده اول سؤال مثلا سي مثلا ان انا كنت جاوبت الاجابه ديت، فهنا بيقول لي الاجابه الصح اللي هي ديت مثلا اللي هي البانش داون تول. والسؤال الثاني مثلا هنا بيقول لي مثلا انا كنت مختار الاختيار دوت فبيقول لي غلط الاجابه الصح ديت، وبرده نفس الفكره برده كنت مختار الاختيار دوت هنا بيقول لي دي الاجابه الصح، وهنا اهوت برده ديت كنت مختار غلط وكده زي ما قلت لكم كنت بجاوب وانا مش بره الاسئله خالص تمام. مثلا هنا دي اجابه صح اهيت وديت اجابه صح ودي اجابه صح برده، هنا برده دي يعني اجابه غلط ودي الاجابه الصح بتاعها تمام، وبرده اجابه صح كده. وزي ما انتم شايفين كده هنا بيجيب لك الاجابات اللي هي اللي يعني الحاجات بيعرفك الحاجات اللي جاوبتها صح خلاص، اما الحاجات اللي انت جاوبتها غلط فبيجيب لك الاجابه الصحيحه بتاعتها. طيب خلونا نبص بس على اللي هو ال 220902 او اللي هو الجزء الثاني من الاي بلس اللي هو المنهج القديم. كل ده بكلمكم على المنهج اللي هو 901 902، بس زي ما قلت لكم التوبكس برضو ديت موجوده في المنهج الجديد. فخلونا نبص مثلا ندخل هنا على المجموعه الثانيه من اللي هي 902 ديت. طيب دخلنا كده على اللي هي الكويز نمبر 2 ديت اللي هي فيها عباره عن 20 سؤال، ونفس الفكره هنا بقى هتبتدي تختار الاسئله ويعني هتختار الاجابه من كل سؤال لغايه لما تخلص الاسئله كلها وتعرف الحاجات اللي انت جاوبتها صح والحاجات اللي انت جاوبتها غلط. طيب الموقع الثاني اللي ممكن تستخدموه عشان تتدربوا فيه على اسئله للاي بلس، في موقع اسمه برو بروفس، ويعني من جوجل كده تقول له برو بروفس وهتقول له كومتيا A بلس وهتدوس انتر كده. فزي ما انتم شايفين كده جايب لكم يعني في لينكات كتير من بره في السيرش على جوجل، فمثلا ممكن تختار اي لينك من دول. فممكن نقول له اول لينك دوت ونقول له اوبن لينك نيو تاب، وكده دخلنا على الويب سايت اللي هو بتاع برو بروفس دوت. وزي ما انتم شايفين هنا بيقول لي هنا A بلس براكتس كويشنز A بلس كور هاردوير، وزي ما انتم شايفين هنا دول حوالي 150 سؤال. مثلا هنا بيقول المجموعه الاولى من 1 ل 20، بعد كده من 21 ل 40، لغايه تحت خالص هنا بيقول لي من 141 ل 150. الاسئله ديت ممكن تبقى قديمه شويه، يعني ممكن حتى تبقى الاسئله ديت في مناهج اقدم من 901 902، لكن زي ما قلت لكم برده التوبكس ديت برده ممكن تلاقوها موجوده في المنهج الجديد، فبرده هتستفيدوا من الاسئله ديت. لكن زي ما قلت لكم الناس اللي هم ناويين يمتحنوا الامتحان الجديد اللي هو ال 220001 و 220002، فتحاول تدور على اسئله او يعني براكتس كويشنز خاصه بالمنهج الجديد. طيب خلونا نبص على اي حاجه من الحاجات ديت، فمثلا ممكن نيجي هنا ونشوف الاسئله الموجوده هنا. طيب هنا اهوت بيقول لي مثلا براكتس تيست، فهقول له ستارت. هنا اهوت مثلا بيقول لي which of the following is a connector type on a CD-ROM drive، فمثلا ممكن نختار له الاختيار دوت وهنقول له next. وبعد كده ده السؤال اللي هو بعد كده السؤال رقم 82 مثلا، اختار اي حاجه كده وهنقول له next، وتفضل تكمل لغايه يعني تحت هنا بيقول لك 83 من 100 سؤال من 100، يعني السؤال رقم 83
لغايه السؤال رقم 100، تمام؟ هتخلص الاسئله دي كلها وبعد كده هيجيب لك الريزلت في الاخر. وبرده حاجه تانية هنا، ده الجزء اللي فوق دوت اللي هو الخاص بالهاردوير او الاسئله اللي هي الخاصه بالهاردوير، وتحت هنا دي الحاجات الخاصه بالاو اس، تمام؟ لان زمان في المناهج الاي بلس القديمه كان بيقسم لك الاي بلس لمنهجين برضو او جزئين، كان بيقول لك على الجزء الاولاني الهاردوير والجزء الثاني كان بيسميه الاو اس. اما دلوقتي ففي المنهج اللي هو الحالي الموجود دلوقتي اللي هو ال 220001 وال 220002، فالاسامي مختلفه. الجزء الاولاني اسمه الكور 1 زي ما قلت لكم قبل كده، ودوت رقم الامتحان بتاعه 220001، والجزء الثاني اسمه الكور 2 دوت رقم الامتحان بتاعه 220002. الموقع دوت برضو فيه ميزه تانية، ان هو زي ما انتم شايفين هنا في الناحيه قدامكم هنا كده جايب لك حاجات تانية متكلمه على الاي بلس، بس ديت يعني حاجات خاصه بمناهج قديمه. طيب برضو هنا لو رجعنا على السيرش من على جوجل، لما قلنا له بروبروفس كومتيا اي بلس، اخترنا يعني في الحاجات اللي قلتها لكم شويه، دخلنا على اول لينك في ممكن نشوف اللينك الثاني دوت هنا، ديت اسئله خاصه بال 901 902، فندوس رايت كليك كده ونقول له اوبن لينك ان نيو تاب. زي ما انتم شايفين ديت براكتس اكزام او اسئله خاصه بالمنهج اللي هو 901 902، يعني الاسئله دي تعتبر احدث من الاسئله اللي قلتها لكم شويه، او يعني زي الحاجات اللي قلتها لكم على الموقع بتاع بروفيسور مصر، اللي هي اسئله خاصه بالمنهج اللي هو 901 902. 901 902 يعني يعتبر اقرب حاجه للمنهج الجديد اللي هو ال 1001 1002. طيب زي ما انتم ملاحظين كده هنا بيقول لي الاسئله ديت اللي هي الاي بلس 220 901 902 براكتس اكزام، بيقول لي دولت عباره عن 100 كويستشنز او 100 سؤال، تمام؟ وهنا ممكن نقول له ستارت. طيب زي ما انتم شايفين كده هنا اهوت، مثلا ده اول سؤال، تمام؟ عرفت من فين ده اول سؤال؟ هنا بيقول لي واحد من 100 سؤال، وديت طبعا الاسئله ديت يعني الاسئله بتاعت الامتحان بتبقى نفس الفكره، بيبقى في حاجات بتبقى يعني اختيارات زي كده، بتختار اختيار واحد بس، او في حاجات بتبقى مالتيبل تشويس، او ان انت تختار كذا اختيار مش اختيار واحد بس، تمام؟ زي ما انتم شايفين هنا اهوت، هنا مثلا اخترت اختيار بيقول لي الاختيار دوت غلط، انا جاوبت اي حاجه، فبيقول لي الاجابه الصح هي الاجابه رقم واحد. طبعا في الامتحان الحقيقي او في الامتحان الريال بتاع الاي بلس ما بيعملكش كده، انت بتجاوب السؤال وبتعرف النتيجه في اخر الامتحان. طيب لو عايز تروح على السؤال الثاني بعد كده فهتدوس من هنا تقول له نيكست كويشن دوت السؤال الثاني، وممكن برضو نجيب السؤال اللي بعد كده، ده السؤال رقم 3، ويعني ممكن ما تجاوبش على السؤال وتدوس نيكست كده وهيجيب لك السؤال اللي بعديه لغايه لما تخلص ال 100 سؤال. وزي ما انتم شايفين تحت هنا بيقول لي يور سكور، هنا بيقول لي 0 من 100 لان الامتحان لسه ما خلصش، وطبعا بيحدد لك السكور على اساس الحاجات اللي انت هتجاوبها صح، وزي ما قلت لكم حتى لو جاوبته غلط فبيجيب لك الاجابه الصحيحه، فانت كده كده بتتعلم سواء جاوبت صح او جاوبت غلط. وزي ما قلت لكم ان يعني ان انت تتعلم بطريقه السؤال والاجابه يعني ديت من الحاجات اللي بتخليك تتعلم، ويعني الحاجات اللي انت بتتعلمها اللي انت مثلا في حاجه جاوبتها غلط ومثلا جاب لك الاجابه الصحيحه فالمعلومه بتثبت في دماغك في الغالب يعني، وبرده بتتمرن على ان انت تقرا، تمام؟ خصوصا الناس اللي بيملوا ان هم يقعدوا يقروا من الكتاب بتاع الاي بلس، فممكن يعني الحل بتاع الاسئله والاجابات ديت يعتبر يعني حل وسط، تمام؟ لكن برضو زي ما قلت لكم موضوع انك تقرا من الكتاب ديت حاجه مهمه جدا، لان انت زي ما قلت لك الفيديوهات لوحدها مش كفايه، لازم الكتاب، لازم الكتاب مع الفيديوهات يعني، وبرضو الاسئله برضو بتبقى طول كويسه بتعلمك وبتخليك تستفاد وانت بتحضر للمنهج بتاع الاي بلس او اي شهاده في الاي تي عموما. الموضوع الاسئله دوت من الحاجات المهمه او الحاجات الكويسه جدا يعني. طيب خلونا نشوف لينك تاني على نفس الموقع اللي هو بروبروفس دوت، فهنا بيقول لي 220901، فرايت كليك اوبن لينك ان نيو تاب. هنا دوت برضه عباره عن 100 سؤال، ومثلا هنا بيقول لي اكتب النيم بتاعك، ممكن اقول له مثلا يوزر ويوزر وهقول له ستارت. زي ما انتم شايفين هنا اهوت، ده اول سؤال من 100 سؤال، مثلا بيسال السؤال هنا اهوت، وتحت هنا ديت الاجابات، فممكن نختار اي حاجه خالص وهنقول له نيكست.
تمام. هنا مثلا بيقول لي يعني انا جاوبت الاجابه ديت وبيقول لي يور انسر وجايب لي صح، يعني انا جاوبت السؤال صح، وممكن اقول له نيكست، ده السؤال رقم 2 من 100 وهتكمله بقى لغايه لما الاسئله تخلص. طيب كده الفيديو بتاع النهارده خلص. دول الموقعين اللي كنت حابب اقول لكم عليهم، اللي هو ممكن تتمرنوا فيهم على اسئله خاصه بالاي بلس فور فري، يعني المواقع ديت كلها اسئله مجانيه. وزي ما شفتوا الاسئله الموجوده هي اسئله يعني خاصه بالمناهج القديمه، لكن زي ما قلت لكم هتستفادوا. اما الناس اللي هم هيمتحنوا المنهج الجديد فتحاول تدور على اسئله تكون خاصه بالمنهج الجديد. ويعني على حد علمي انا مش يعني ما فيش اسئله خاصه بالمنهج الجديد فور فري، في حاجات موجوده بس بفلوس، يعني هتدفع فلوس مش خاطر تجيب الاسئله ديت وتتمرن عليها. لو في حد عارف مثلا اي ويب سايت بيوفر اسئله او كويشن يعني براكتس كويشن فور فري للمنهج الجديد، فممكن يكتب لنا في الكومنت. طيب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه من الزرار دوت اللي هو بتاع سبسكرايب، هتدوس كليك كده وتفعل جرس النوتيفيكيشن اللي هو موجود جنب السبسكرايب، يعني بعد ما تعمل اشتراك تفعل جرس النوتيفيكيشن عشان تعرف اول لما فيديوهات جديده تنزل على التشانل. وتابعوني برضو على السوشيال ميديا بتاعتي اللي هي الفيسبوك وتويتر وانستجرام وبينترست ويوديمي، في كورسات موجوده ليا برضو على يوديمي. وتابعوا الشروحات الموجوده على التشانل، يعني لو جيتوا هنا على البلاي ليست ديت فهتلاقوا ديت البلاي ليست موجوده عندي على التشانل، ممكن تخش على البلاي ليست ديت اللي هي بتاعت سيرتيفيكيشن جايد اللي هي السلسله اللي انا بشرح فيها الفيديو بتاع النهارده دوت، هتلاقي كل الفيديوهات بتاعت السيرتيفيكيشن جايد موجوده جوه السلسله ديت، والفيديو الجديد طبعا هيتضاف هنا تحت في البلاي ليست ديت. وكمان ممكن تتابعوا شرح المنهج نفسه اللي هو الاي بلس المنهج الجديد برضو فور فري على التشانل على اليوتيوب، فممكن تخش على البلاي ليست ديت كده دوت شرح المنهج الجديد اللي هو ال 220001 وال 220002. طبعا لسه شغال في شرح الكورس، تمام، انا خلصت لغايه دلوقتي تشابتر 1 وتشابتر 2 وحاليا شغال في تشابتر 3، تمام. انا كل فيديو يعني بخلصه برفعه على اليوتيوب على طول. طيب الفيديو كده خلص، حابب اشوف تفاعلكم معايا على اليوتيوب هنا او على السوشيال ميديا التانية، واستنوا الفيديو اللي جاي.